الحليب مهم جدا لجسمنا، بس للاسف في ناس كتير قوي ما بتحبش تشربه، علشان كده نقدر ندخله في اكلات كتير جدا زي مسلوقة الحليب بالدجاج وعيش السرايب. المستكة هتساعد في إراحة الجهاز الهضمي وتمنع الإصابة بقرحة المعدة. العسل هيساعد في التحمير السريع وهيضيف عليها نكهة لذيذة. لعيش السرايا معلقتين حليب هيساعد ان السكر معانا ما يتجمدش. ندهن القالب زيت علشان يساعدنا في النزع،